كان ع و ر إخوة. طلب والدهما مساعدته في قطف العنب، وقد كان لديه بستان مليء بشجر العنب. كان غا مشاكسا يتصنع المساعدة ويتهرب بالدوران خلف شجرات العنب، وعا يتعب بقطع العناقيد ووضعها بالسلة. وأثناء جري غا تعثر وسقط فوق السلة فتناثر العنب ولم يهتم، بل تابع لعبه بالمرور فوقها. غضب الأب وصرخ به: هذه نعمة من الله، علينا أن نحفظها ونضعها على رؤوسنا حتى لا يحرمنا منها ولا نطأها بأقدامنا. وحرمه والده من الأكل واللعب. فجاء غا إلى والده معتذرا وقبل يده، وقد وضع حبة عنب فوق رأسه ليذكر كلام والده دوما عن النعمة. ولذلك نرى ع مرتبا نشيطا ومطيعا، وغ الذي يحمل نقطة على رأسه حبة العنب يحاول تقليد ع. من هنا يا أحبابي، من هذه القصة نتعلم أنه علينا مساعدة والدينا وسماع أوامرهما وحفظ النعمة، وتعلمنا الفرق بين ع وغ. ع فمن لا يحمل على رأسه النقطة هو الذي ساعد والده بالعنب، وع هي أول حرف بعنب. غ هو الحرف الذي على رأسه نقطة، وغ هو الحرف الذي لم يساعد والده وجعله غاضب. غ أول حرف بغاضب.